السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. النهاردة الفراخ بتاعتنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كملت 20 يوم أو 21 يوم النهاردة تقريبا. ما شاء الله حلوين قوي. ما اديناش أي أدوية ولا أي حاجة، هو التحصين الأولاني وفضل عندنا، ولما جالهم إسهال ريحنا 4 أيام وادينا ليهم تاني المضاد الحيوي اللي بيبقى ضد المعوي ده، احتفظي بيه. يعني هو لما بيجي الراجل يديكي تحصين بيديكي مضاد حيوي للتنفسي ومضاد حيوي للمعوي، ده بناخده تحصين او الاستقبال 4 ايام الاولانيين. الفراخ جالها اسهالات في البدايه دي كده، في اول 3 ايام الاولانيين على طول بنريح لهم 4 ايام. احنا ادينا مثلا هو استقبالنا على 4 ايام، بنريح 4 ايام ونديهم 4 ايام تانيين. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن عنصر مهم جدا جدا للفراخ بتاعتنا، علشان خاطر الفراخ توصل لأحجام حلوة والفرخة تفرع وتشرع معاكي ووزنها يبقى حلو. الفرخة كمان تبيض كويس جدا، بالذات الفراخ ديت عايزينها للبيض، ولو فراخ للتسمين فالفرخة هتشيل معاكي أوزان. ليه؟ لأن القرص بتاع النهاردة اللي احنا هنحطه للفراخ بيكبر حجم الفرخة، بيخليها حلوة مشرعه كده وتستقبل وتشيل لحم. عايزه الفرخه بتاعتك تبقى مش مكبرته، مش مقربه، مش صغيره وحجمها صغير. ابدأي معاها من بدري بالقرص ده، قرص رخيص جدا ببلاش، يعني القرص مش هيكمل معاكي جنيه خالص، اقل من جنيه، باقل من جنيه حرفيا. ما شاء الله عليه، ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. على الاقل لازم تستخدميه يومين كل اسبوع، يومين ورا بعض كل اسبوع. الفراخ اللي قدامنا دي فراخ جميزة اصلي البياض للبيض. الفرخة اللي بتلاقيها فيها نقط بيضة كده هي دي الفرخة الجميزة الاصلي. في فرخة تبقى سمراء بس خفيفة في الوزن وكده، دي جميزة هجين ببلدي. في جميزة بقى الفرخة اللي تلاقيها تقيلة ما شاء الله، دول لو فراخ تسمين كانت تلاقي الفرخة قد ده مرتين في الوزن. هما ما شاء الله وزن يعني ماشيين حلوين وحجمهم ما شاء الله لا قوة الا بالله، بس كفراخ بياضه. الفراخ الجميزه من جمال روعتها يا جماعه ان هي حتي الفراخ البياضه دي لما تيجي تذبحي الفرخه اللي بتبيض ما شاء الله لا قوه الا بالله، بتلاقيها وزنها حلو وبتلاقيها طعمها عسل نحل زي البلدي بتاع زمان. الناس اللي كانت البلدي بتاع زمان وتربت على الاكل بتاع زمان تعرف تفرق بين الفرخه الحلوه والفرخه اللي لحمها بتشد ولحمها كده يعني تاكليها كانك بتاكلي بلاستيك او كاوتش. لا، الفراخ الجميزة أكل وبيض بجد، يعني حتى ده هي حتى البياضة ده هي الأصلية اللي هي البيض اللي بتبيض ديت، لما تذبحيها لما بتكبر طعمها جميل جدا جدا في الأكل. الفراخ الجميزة أروع وأجمل فراخ ممكن تربيها للبيض، بتديكي فرخ بتاع ده بيضة حلوة بتبيض كل يوم، مناعتها عالية، وزنها حلو، بتاكل قليل ما بتاكلش كتير، بجد فيها كل المميزات، احلى فراخ ممكن تربيها للانتاج البيض وللاكل كمان. الناس بقى اللي بتقولي انا اجيبها منين، يا جماعه لازم تجيبيها من مكان قريب منك، الحته والمنطقه اللي انت فيها زني على الراجل اللي بيجيبي منه كتاكيت البيضه، قولي له انا عايزه فراخ جميزه اصلي، انا عايزه فراخ جميزة. كل يومين روحي اسالي جبت الجميزه الاصلي، هو غصب عنه هيقول ان الناس بتسال عليها وعايزاها، هيروح يجيب منها وهيبقى ليها جمهور وليها ناس تجيبها، هو ما بيجيبهاش ناس مش عارفاها. فلو انت سالتي عنها كتير هيجيبها لك ان شاء الله، اسالي وهاتيها. واللي ما مش اذا ما عرفتيش توصلي لها فاللي زيها بالظبط الفيومي الرزي، لو في التسمين لو في التربيه يبقى هاتي الفيومي، فراخ الفيومي في البيض ممتازه. بعد الفراخ الفيومي يبقى جيبي البلدي اللي هو البلدي الهجين او البلدي المشعر. الفيومي احلى من البلدي الهجين لان الفيومي ما بتاكلش كتير، البلدي الهجين بتتاخر قوي في البيض، الفيومي لا. البلدي الهجين بيطلع لك منها 3 4 طحان ووزنهم تقيل ما بيبيضوش وبتضطري تذبحيهم، الفيومي لا، الفيومي كلهم بتوع بيض. فالفراخ الفيومي تعتبر روعه جدا في رقم 2 بعد الفراخ الجميزه. رقم 3 بقى الفراخ الهجين اللي هي البلد المشعر، وبعد كده ممكن تجيبي البلد الحر بس بتبقى بيضتها صغنطوطه ما بتكبرش الا اذا كنت قاعده تحطي لها حاجات بقى. بعد كده الفرخه اللي هي الفيومي، قلنا الفيومي الحر، يبقى كده اول حاجه جميزه الفيومي الحر، البلدي الهجين، ثلاث انواع هما. في بقى ناس بتتكلم عن الفضي والذهبي والكلام ده،
الفراخ دي ممتازة جدا في البيض، حلوة قوي قوي، بس نادرة انك تلاقيها، يعني مش بتتباع في كل المحافظات. بتبقى جميلة جدا اللي هي الفراخ الفضي والذهبي، والفراخ دي انواعها جميلة قوي قوي، اللي هي المنتزه الفضي والمنتزه الذهبي. نرجع بقى للقرص بتاعنا، وهو D3F، ده بشري، ده بشري من الصيدلية بتاعتنا البشرية بتاعت الناس العادية. يعني الشريط الواحد ب7 جنيه، فيه 10 أقراص، يعني القرص بأقل من جنيه، القرص تقريبا 75 قرش ما يكملش. عبارة عن ايه؟ عبارة عن رافع مناعة، يعني ده التلاتة ده اقوى رافع مناعة، وعبارة عن كالسيوم، هو كالسيوم وفيتامين د مع بعض. الاتنين دول التركيبة دي مع بعضها كده بتخلي الفرخ عندك وزنه او حجمه بالذات، العظم بتاع الفرخ يفرع ويشرع ويكبر، تلاقي الفرخة بتاعتك حجمها حلو. لو اهتمتي بيه للفراخ من وهي صغيرة تقدري تحطيه من عمر اسبوع، من عمر اسبوع تقدري تحطي القرص ده. بجيب القرص واطحنه ماشي، وانعمه خالص بودرة، واحطه على لتر مية وعطش الفراخ واسقهولها، واعمل كده يومين ورا بعض كل اسبوع. طبعا ال10 أقراص دول هيقعدوا معاكي شهرين، ف7 جنيه وتقعدي شهرين بس. الفرق بقى في الفرخة بتاعتك هيبقى شكلها عامل ازاي، هتبقى عاملة زي الفراخ الرومي، هتبقى عاملة الفرخة لو حطيتيه للرومي هيبقى عامل زي النعامة. بجد بيخلي الفراخ او الطيور كلها عامة، وحلو جدا للبط علشان خاطر الكساح، وعشان خاطر تعويض الشمس، لو انت ما عندكيش شمس في المكان ده بيعوض الفراخ عن الشمس، حلو قوي. يعني ما تستغنيش عنه والله، لما بسها عنه او بهمل فيه ان انا ما احطوش بلاقي تاثيره قوي جدا على الفراخ بتاعتي. لكن لما بهتم بيه الفراخ اللي ببقى مركزه معاها بالقرص ده بتفرق عندي قوي قوي ما شاء الله، وبيبقى الفرخ حاجه عظمه. حتى لو هو تهجينه مش كويس، حتى لو هو جيل تاني، حتى لو هو ايه، القرص ده بيخلي الفرخ ما شاء الله عظم الصدر يكبر، وعظم جسمه يكبر، ويشيل لحم ويكبر، ويبقى جسمه اعلى من اي جسم نوع تاني عند فراخ، عند ناس تانية. على حد تاني جايب معاكي في نفس الوقت من نفس الفراخ من نفس النوع، انت هيبقى عندك الضعف، وزن الفرخ عندك الضعف حرفيا. البتاع القرص ده ممتاز جدا جدا، ما تخافيش منه، ما فيهوش اي مشاكل، بس ما نكترش طبعا، هنحطه مرتين بس كل اسبوع. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا ليكم على متابعتكم، وشكرا لكل وصل لحد هنا.